ازيكم يا مواليد برج الثور؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الثور ليوم الخميس 11 نوفمبر تشرين الثاني 2021. لن تتعامل مع اكبر مشاكلك الا اذا لم تكن مندفعا. النجاح لك، احتضنه. انت على وشك افساد مزاجك بسبب بعض التسرع الذي اعاقك. في الاجتماعات الجديدة لا تفوت فرصتك في تكوين شراكات مفيدة. يمكن أن تؤثر النصائح غير الصحيحة على اجتماعاتك ومحادثاتك. إذا كنت تثق في كل شيء دون التفكير فيه أولا، لا تسافر إذا لم يكن الأمر عاجلا اليوم. الأشياء تحتاج إلى التغيير، ودفن رأسك في الرمال لن يساعد. يمكنك التخلي تماما عن الخطط والأهداف التي قررت العمل عليها، أو يمكنك البدء في تفكيكها من خلال القلق والإفراط في تحليل التفاصيل. لا تنجذب إلى التوقيع على المستندات المالية والمصرفية. قم بقياس كلماتك وأفعالك بعناية. مهنيا، في مكان العمل كن نشيطا وصبورا، ولا ترفض عرض عمل مربح بأي ثمن. حاول أنك تكون هادئ، سيكون الرضا مع أنفسكم أولئك الذين يتمتعون بالهدوء ولا يخلقون صراعات. لديك القدرة على أن تكون ناجحا بمفردك، لذا قم بذلك. توقع النجاح المادي، رحلة قادمة ستطلق شرارة فترة متقدة للغاية. تغيرات طويلة الأجل على وشك الحظوظ. خططك تبتعد عن الواقع. قيم بالضبط ما تشعر به، لأن هذا هو المفتاح لاتخاذ القرار الصحيح. ضع المزيد من التفكير في أفعالك لتجنب خيبة الأمل. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.